إذن إن اغتسل كما جاءت بذلك مجموع الأحاديث، إذا اغتسل وتطهر وتعطر وخرج وعليه السكينة ولم يؤذي أحدا ولم يتخطى رقاب الناس وفي رواية أعناق الناس ولم يفرق بين اثنين، ما الأجر؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: إلا كانت كفارة لما بينه وبين الجمعة الأخرى. عند أبي داود: إلا كانت كفارة لما بينه وبين الجمعة التي قبلها. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن التكفير للذنوب إما أن يكون بين هذه الجمعة والجمعة الماضية من الذنوب، وهذه رواية أبي داود، أو ما جاء في الصحيح من أن التكفير يكون من هذه الجمعة إلى الجمعة القادمة. لكن كيف يكون تكفير للجمعة القادمة ولم يحصل ذنب؟ قال بعض العلماء: قال إن وقع منه ذنب، والمراد الذنب الصغير، فإنه يغفر له ويتسامح عنه. ولكن ليس معنى هذا أن يقدم الإنسان على فعل الذنب، لأن هذا توجيه لبعض العلماء، وإلا فهناك الرواية التي ذكرتها من أنه يكفر عنه ذنبه ما بين هذه الجمعة والجمعة التي قبلها، بل جاء زيادة عند مسلم: يكفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام.